انتي وينو الكابتن؟ خايف منه، مين هجمني صح؟ هاو جيه شنو الأولاد؟ زوزق ولا؟ اي هذاك اختار اليوم باي، تعالوا نشوفوا. خلق العادة عتيبة، ما تحط شي في بالك، برا جاي نحصلوه. تحط اختار روموكار ربح، استنى فيك. خسروني أكيد، خسروا فيه زوز من جبته تستيالو. هذا سمير السليمي كالعادة كابتن، كابتن ماجد ما يضيعش، كابتن ماجد ما يضيعش مع بروموكوت بركة ما يضيعش. قال لا لا سمير، سي سمير بروموكوت تشجعك باش تعمل شوية رياضة وتشجعك باش. احنا في الرياضة كل يوم انا وياك ديما في السبور. باهي خليني ساعة في البداية، الأسبوع هذايا فما فايز ربح مبلغ كبير برشا مع بروموكوت، تقريبا مش تقريبا هو تحديدا 40,000 دينار، نحكيو على جاتوزو 885 اللي ربح بعد ما لعب علي كورنير في الأرجنتين وفي البرازيل، ولعب زادة على بونتويت في الأمليس يعني الدوري الأمريكي المحترفين كرة القدم، وعلى الـ NBA في الولايات المتحدة في الباسكيت. يعني خلطة بيزار، مش لعب معناها سمير يربح ولا خالد يربح. قديش خالد يجيب كورنيرات وقديش سمير يجيب كورنيرات، قديش بديع يجيب كورنيرات وقديش فهمي يجيب كورنيرات، قديش لعب العب العب. هي المسابقات متنوعة كابتن، المونتون مسابقات متنوعة، المونتون دو ساميز كومبيان ما المونتون اللي ربحه هو المهم 40,000 دينار. شيفر 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 كبير كبير برشا الاسبوع هذا، وتنجموا تربحوا بيان سور كيما جاتوزو كي تدخلوا على السيت تاع بروموكوت. ان شاء الله مبروك عليه جاتوزو، وما لازم تلعبوا بنفس الطريقه اللي يلعب بها هو. باه عندنا زاد ربح الاسبوع هذا في بروموكوت دو زونا، الماتشات الاسبوع اللي فات حكينا على مانشستر ليفربول الكلاسيكو الريال وبرشلونه، وحكينا زاد على الانتر يوفي. طلع 4 إجابات صحيحة على 6، نحكيه على يزم يطلع لي 3 زوم دو ماتش، ويطلع زادة 3 نتائج اكزاكت سكور اكزاكت تاع لي ماتش هذوما. اللي ربح مع برومو كود الأسبوع هذا هو غالي، وربح في المسابقة متاع 4 إجابات صحيحة على 6، ربح بالتالي 1000 دينار. مبروك كان جاب كان جاب 6 على 6 قداش يربح؟ 100,000 دينار. هذيك الجمعة اللي فاتت، الجمعة اللي فاتت 100,000. الجمعة هذيا برومو كود، لأنه شراكة جديدة هذيا اللي بديناها مع سي سبور بلوس، بين برومو كود سي سبور بلوس، فإنه المبلغ ارتفع من 100,000 دينار ل 120 دينار، 120,000. ريت كي واحد كيبدا مش يفهم في الفلوس يدخل بعض، مستانس ب 120 دينار أنا أخويا. لا مستانس بالأورو، تقولي لي أنا. لا بالريال مش بالأورو. 120,000 دينار إذا يجيب 6 إجابات صحيحة على 6، ممكن أنا نحكيو الأسبوع هذايا على 3 ماتشوات شوك في 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 الاوروب، نحكيو على 3 ماتشوات كما قلنا ينجموا يمكنوك باش تربح 120,000 دينار في حاله اذا طلعت لي 3 اوم دو ماتش في لي 3 ماتش، وطلعت كيف كيف لي 3 سكور اكزاكت في 3 ماتشوات اللي باش نقول لكم عليهم توا، واللي هما باير ليفركوزن فولسبورغ في الدوري الالماني بيان سور، توتنهام مانشستر يونايتد ماتش كبير زاده في الدوري الانجليزي الاسبوع هذايا، ولايس روما نتاع مورينيو باش تلعب مع لاسي ميلان نتاع زلاتان ابراهيموفيتش، كما قلنا لي 3 اوم دو ماتش والثلاثه نتائج الصحيحه. لو كان نشوفوا لي ماتش عندنا لي ماتش اعطيونا لي ماتش الثلاثه هذوما اللي موجودين في باه ما عندناش مش مشكله، المهم نذكر بهم باير ليفركوزن فولسبورغ توتنهام مانشستر يونايتد وايس روما ميلان سي. وراهو مش صعيبه، اللي يتبع شويه البطولات هذوما يعرف شكون اون فورم شكون مش اون فورم شكون كذا، يعرف شكون الملاعبيه اللي اون فورم توا ينجم يميزي عليهم، دونك اللي عنده فكره حتى بسيطه ينجم تكون حظوظه وافره. صحيح. بون في الماتش الثاني يظهر لي رونالدو، نتصور الجمعه هذه الفافير رياكسيون خصوصا بعد الخمسه بلاش اللي عملتها ليفربول الاسبوع هذايا مع مانشستر يونايتد. فما عجله بحذايا هنا ديجا خلتني نقوم من البلاصه اللي كنت قاعد فيها. سي سمير جبتها سيادتك اليوم معاك، ما فهمتش شنو هذا بالضبط. هذه العجله هذه في اطار انه بروموكوت بطبيعه الحال تحب تشجع الصغيرات نتاعنا كابتن اللي حكينا عليهم لي جون المستقبل نتاع تونس الكل، دونك بروموكوت فكرت فيهم، فكرت في الصغيرات مستقبل نتاع غدوه، واعطت لهم امكانيه انهم يربحوا وانهم يظهروا في التلفزيون، وعملت لهم الكونكور هذايا اللي فيها 24 عدد من الواحد ل 24 ب 24 ولايه، 24 على عدد الولايات الموجودين في تونس، على عدد الولايات الموجودين في تونس. علاش نمرو واحد
مثلا التحرير اكاديمي معناها تونس العاصمه، تونس العاصمه، واثنين سيدي منصور صفاقس. علاش الاولى تونس والثانيه صفاقس؟ علاش مسوسه ومن بعد باجه مثلا؟ لا مثالش احنا حطيناهم هكاك باش تكون الحظوظ. على خاطرها باش نقول لك الحظوظ علاش؟ خاطر مشيت بالنومبر دابيتون في كل ولايه. داكا. تونس هي الاكثر تعداد سكان، دونك هي النمر واحد، من بعد صفاقس، من بعد بوعرقوب، من بعد مساعدين، واحنا هابطين معناها سوسه واحنا ماشيين، نرجعوا بن عروس، اريانا، بن زرت وغيرهم، نكملوا هكاك ال 24 ولايه. دونك عطينا الحظ ال 24 ولايه، 24 اكاديميه تمثل الولايه نتاعها، احنا توا باش ندوروا من بعد. كان تخرج مثلا تحرير اكاديمي اليوم. تعوضها اكاديمي من نفس من نفس الولايه. معناها ينجموا يتواصلوا مع بروموكات كيفاش يدخلوا في السيركوي بسهوله بطبيعه الحال. اون فوا خرجت اكاديمي باش تدخل في بلاصتها اكاديمي واحده اخرى اللي هما مسجلين عند بروموكات. ولاكسي البروموكات ساهل ما فيش حتى مشكل. وهنا حاجه مهمه برشا، احنا خممنا في لي جون هذوما الصغيرات بون، فما اللي يلعبوا على رويحهم هذوك، كان هذه ما عندها حتى علاقه بالرهانات، هذه انيشيتيف عملتها بروموكات باش تشجع الصغيرات هذوما واللي باش يربحوا بديه كما وعدناهم الجمعه الاخرى باش نكونوا متواجدين ان شاء الله بحذاهم. نزوم لي كادو، وفما مسابقات بطبيعه الحال في الاكاديميات هذوما على مستوى الفنيات وكذا في خلعه، باش نعملوا لمه كبيره من 24 ولايه 24 صغير يكونوا موجودين هنا في تونس، ونعملوا حفله كبيره كابتن، ونعطيوا قيمه للصغيرات هذوما. تصور انت ان جون صغير ويظهر في التلفزيون ويوري الامكانيات، حلمه بالنسبه لي وحلمه، احنا عايشين الحلمه هذه. نفرحوا الوليدات هذوما باسكو زون بزوان.